السلام عليكم، كي دايرين؟ صحيحه، يا رب تكونوا على خير، تكون الاحوال ديالكم مزيانه باذن الله. ما شاء الله فيديو جديد، روتين ان شاء الله اللي غيكونوا فيه اجوبه على اكثر حوايج سولتوني عليهم، وفي نفس الوقت ما نساوش الموتيفاسيون. على اليوم نهاري ان شاء الله بسيط جدا، فقط الصباح غنفطر بوحدي. قلت شنو غادي ندير؟ غندير داكشي اللي كنت كناكل فاش كنت صغيره، الخبيزه مع الفرماج مع الكاشير. غير هزت واحد الحاجه، زيت الزيتون البنات اللي انا درته في الخبيزه ديالي، راه منسناه بالثومه وبزاف ديال العطريه والقوام اللي كنت درته مده ديال عامين وهو مرقد فيهم. ما نعاودش لكم، غير نقيتها منه كنحس براسي كناكل شي حاجه ماشي غير بنينه، فوق بنينه. ولكن شاركتها معكم في واحد التحضيرات ديال رمضان، عرفتوا كتكون زيت الزيتون بنينه، وحافظت عليها اكيد في بلاصه مغطيه، ودرت بزاف ديال القراعي استهلكت منهم ومازال عندي شويه. المهم البنات، هاد الطريقه اللي درت بها هاد الزيت غنخلي لكم لو ليان ديال لا فيديو، ديروها راه شي حاجه طوب، واهم حاجه صحيه وبنينه. من بعد البنات، علاش درت داك الفطور دغيا؟ لان عارفه التقديره توصلني كومونديت البارح بالليل. انا ديما تنقلب على السهله فاش كنكون في الدار وتابعني التقديه وتابعني الترتيب، كنقول داك الوقيته اللي غنضيعها ونهبط نتقدى نكوموندي اونلي. سورتو كو في الويكاند تتكون لا ليفريزون فابور، يعني كومونديتي اللي كومونديتي كيوصلك داكشي حتى لباب الدار. انا مشيت كوموندي داكشي اللي خاصني، بعد الفواكه بعد الخضر وحويجات اللي خاصني في الاقامه ديالي. الروز كان مابقاش عندي، شحال من حاجه كانت مابقاش عندي، دونك جبتها مسحتها حطيت كل حاجه بلاصتها. ونرجع نقول لكم، والله هي البنات فاش كيكونوا عندك المنظمات في الدار، حتى الطريقه ديال التعامل ديالك في الدار في الترتيب شحال من حاجه كتكون سهله، كتربح الوقت بزاف. اي نعم، الوقيته اللي كتكون كتقاد فيها المنظمات، يعني اول مره كتشريهم كتعيا، يعني كتاخذ منك مجهود، ولكن راه به كتربح الوقت من بعد. من بعد قلت فاش نظمت كل حاجه بلاصتها باش ما يتعطلش عليا الغداء، غادي نوجدو. والغداء حتى هو درت اسهل ما كاين، قلبت الفريكو لقيت عندي واحد المسمن مقطع ديجا ديال الرفيسه شارياهم كونجليه. قلت اجي اش غندير؟ غندير اسهل وابنن حاجه، الرفيسه. دونك الرفيسه ديالي كناخذ الدجاج، كناخذ البصله كنقطعها على الطول، كناخذ العدس بعد ما نقيته، كذلك ربطه ديال الربيع، الاقامه ديالي ديال الرفيسه مسخن مع البزار سكنجبير والخرقوم البلدي، سمينه وزيت الزيتون وما كنكثرها كتجي بها بنينه صافي. وتندير الماء ديالي وتنخلي داكشي كيطيب على راحته، وكنزيد فيه زعفران الحر واكيد معلقه ديال السمن. شتو ما كاين اسهل من هاد الاكله، وكنخليها كطيب على مهلها. غتلاحظوا ما درتش الحلبه لانها ما كانش عندي، وبهكاك جات زوينه، عجبتني بلا حلبه. مولفه كتعجبني بالحلبه، ولكن راكم عارفين الحلبه كتبقى الريحه مده. هذه جات رفيسه بنينه وبلا حلبه بلا ريحه بلا حتى شي حاجه. بوغ البنات، المسمن كنتو قلتو لي ما نبقاش نفورو ندخلو في الفران، دونك سمعت ليكم ودرتها وعندكم الصح. كيجي فيه المسمن شاد في راسو اكثر، ما كيجيش معجن، كتجي بنينه اكثر. صافي، دخلت المسمن ديالي حتى هو باش يديكونجلا على راحتو، ومشيت ندير الحويجات اللي ناقصيني. ودابا غنبداو على الاجوبه للاسئله ديالكم. اولا سولتوني على الكارشر اللي كنمسح بها الزاج، غنخلي لكم الريفيرونس ديالها مكتوبه هنا. الثمن البنات باش شريتها واش 1100 درهم ولا 1200 درهم؟ ما عقلتش واش 22000 ريال ولا 24000 ريال. البنات راها متوفره عند ايديا بلس. ايديا بلس راه واحد الشاوروم اللي تيبيع هادشي ديال الكتروميناجي، دايوغ راه هي اللي عندها الدايزون عندها الكارشر عندها كلشي، وتدي لا ليفريزون المغرب كامله، والشاوروم ديالها راه كاينه في كازا، راه جات حدا الجامع ديال الحسن الثاني. سينو راه النيميرو التليفون كنت شاركته معكم شحال هذا، الناس اللي بغاو يتواصلوا معاهم باش يوصلهم داكشي حتى لعندهم، وراه عندهم انستغرام ديالهم. المهم البنات، هذه راه كاينه جوبونس دابا. وثاني حاجه اللي نفعتني بزاف هي الدايزون V8 ابسوليت. سولتوني على الريفيرونس اللي عندي، انا عندي دايزون V8 ابسوليت. الناس اللي سولوني على الثمن ديالها بشحال ساويه 5900 درهم، ولكن بما انني كنبغي نجيب لكم الهميزات صبروا معايا واحد شويه. راه سمعت كو ايديا بلس غتجيب الفي 8 ابسوليت بلس، وغتجيب حتى الفي 11، وغتجيبها افيك اون بروموسيون ما كايناش في بلاصه اخرى. غادي نبدا باول حاجه هي لاسبيراتور. انا عندي دايزون في 8 ابسوليت، غنحط لكم لا ريفيرونس ديالها هنايا، كتشوفوا عندي شويه مسخه فوق، مسخه بزاف. قبل غادي ندخلوا لي ديتاي ديالها، غادي نتفاهم معكم لان هادشي مهم تعرفوا. مي بغيتكم تعرفوا طريقه ديال الخدمه ديالها او الوقت اللي كتاخذ باش كتخدم. الا كنتي غتخدمي بالفيتاس العاديه كتبقى لك ساعه وهي شاده لاشارج، اما الا كنتي غتمشي للماكس يعني تاسبيري مزيان كتبقى لك المده ديال نص ساعه. ودابا اول حاجه غادي ندير هو غادي نخويها، والطريقه سهله، كتهزي غير هادي ومن بعد كيتهبط لك هادشي. انا غنوريكم الطريقه. غادي نهزو هاد الحمره هادي،
غادي تحل اوتوماتيكمون. هادشي انا صراحه باش كنسوسها كنبقى نهبط نطلع نهبط. الوغ قلنا غادي نصبو هادي بحال هكا، شفتو هادو اللي كاينين هنا كنضغطو عليهم بحال هكا وكيتجر فاسيلمون. وهاد الراس حتى هو كنجرو غير هادي، شفتو لو فيلتر، غنحطو من هنايا وغادي نمشي باش نكمل. دابا غادي نحيدو هذا، شفتو هادي كنضغطو عليها بحال هكا اي كتحيد بكل سهوله. هاد البنات كنصحو غير بشيفونه اللي تكون شويه فازقه ماشي بزاف، كندوزو هكا على البيصه اللي فيهم الغبره ومن بعد غنعاود نشفها مزيان بشيفونه اللي هي ناشفه. هذا ما خصوش يقيسو الماء بزاف ولكن كيتنظف سواء كيتمسح ولا تبعي الطريقه اللي قلت لك. كذلك البنات هاد البلاصه ابدا ما خصهاش تقيس الماء، غنمسحها بنفس الطريقه لان هنا كاينين لي كومبوزون الكترونيك، الا مشات تقاس فيها الماء كيخسر. دونك غادي نمسحها من الجنيبات مزيان، نحاول نحيد الغبره ومن بعد غنمسحها بشيفونه اللي هي ناشفه. هاد البلاصه البنات قدرت تقيسيها بالماء ولكن انا لقيت ما عنديش مسخ بزاف، فبالتالي شنو درت مسحتها بشيفونه اللي هي ما ناشفه ما فازقه وعاودت نشفتها بشيفونه بيضاء. صافي وها انا ساليت هاد البلاصه. دابا غندوزو لبلايص اخرين. هادي غنغسلها الغسيل العادي اللي موافين كنغسلو به الماعن وكلشي لان تبارك الله كتكون هازه، وزدت مع سائل الغسيل معقم لان البلاصه هي فين كيتجمع داكشي، وحيدت هاد الجلده ضروري كتجمع البنات كاع الغبره اللي كاينين في الجنبات، غير هي صعيبه باش كتحيديها وترجعيها كتكون شويه صعيبه فين كترجع. تاني حاجه كيجيو معاها هاد جوج ديال الريوس، هذا البنات باش كتنظفي الارض كتاسبيغيها حيت فيها هادو بزاف، او ميم طون راكي كتشطبي او ميم طون راه كيمسح. شوفي كي دايره، وكاين فيها هاد الراس بهذا الشكل باش كتنظفي الزرابي. هذه اكثر حاجه كنخدم ما كنظف فيها الزرابي. شوفوا كي دايره ما هنا فيها غير شويه باش هكا كتاسبيغي مزيان الزربيه. دونك هادو تما غنوريكم طريقه النظافه ديالهم. اولا غادي نبدا بهذا الراس، كاينه هادي البنات هي من كيتحل وهنا راه كاينين العلامات، بغيتي تسدي بغيتي تحلي. دونك انا باغي نحل، غادي نحاول هادي نجرها هكا، غنستعن الموس فوالا كيتحل بكل سهوله. هذا الجزء هو اللي كيقيس الماء البنات، انا غنغسلو قدامكم. هاد لابارتي البنات ما كتقيسش الماء ولكن راه كتكون مسخه. غادي نمسحها بشيفونه، غنحاول ندخل دوك الجنيبات اللي شادين الغبره غندخل فيها هاد الشيفونه ونمسحهم مزيان، من بعد غادي نشفو. هذا البنات راني غسلته معكم بلي ديتاي في واحد لا فيديو، هذا صعيب شويه مي وريتكم لي ديتاي ديالو، غنخلي لكم لو ليان ديالو. دوك انا غادي نغسلو غادي نحطو، وبنفس الطريقه اللي كيتصل هذا كنغسلو به هذا الصغير. هذا هو المنقذ الرسمي ديالي، احسن راس في الدايزون. شوفوا حالته كنخدمو بزاف، حتى هو البنات غادي نحلو غادي نحيد منه هذا الشيء وغنحلو بنفس الطريقه اللي حليت الاخر. هذا البنات كتاسبيغي به لي كانابي لي ماطلا ديالك سواء ديال الصالون ديال الشومبا كوشي، خطير جدا هذا الراس الا عندك حافظي عليه شي حاجه غزاله. دونك غادي نحلو من هنا وغنحيد له هذا الشيء بنفس الطريقه. ابخي كاينين هاد ثلاثه الريوصه هادو، هذا البنات ديال كريا، هذا البنات ديال لي طابل حيت فيه هادي كيمسح، وكذلك هادي لي طابل التلفازات لي بيسي، المهم اي حاجه فيها الغبره بغيتي تمسحيها كتمسحيها بهادي، حتى هو صراحه هاد الراس ايفيكاس. وهذا البنات ديال القنيتات ديال المهام الصعبه، حتى هو شي حاجه اللي ضروري تكون عندك في لاسبيراتور. هادو غادي نغسلهم بطريقه سهله، يلا معايا تشوف. البنات ما غنخدموش الدايزون حتى يتشف كلشي، تقريبا غادي تخليه لمده ديال الليله كامله والغد لي عاد ابري كتركبي هادشي كامل، المهم كيبقى حتى كينشف البنات سيرتو الفيلتر والريوسه. الله على راحه، صافي ساليت
دابا غادي نمشي نحط الرفيسه كطيب تبارك الله كتجي بنينه خصوصا اذا طيبتيها على عافيه مهيله. هذا هو الشكل النهائي الثومه. يا سلام الناس اللي ما كيبغوش الثومه سعداتكم، انا عرفتو تنحماق على الثومه واكيد الطبيله ديالي حطيتها بالطابع المغربي. هاد الايام كنميل بزاف الاواني المغربيه اللي منقوشه سبحان الله، عادو تيحمقوني. المهم غير ساليت الرفيسه ديالي، استراحت شويه وقلت اجي نوجد سيترونات. الا عندك ثلاثه الحامضات خديهم، ولك ما كانش عندك ترموميكس يكون عندك طحال كهربائي، يكون عندك بويسون باش تقدري ديريها. الوغ مع ثلاثه الحامضات غادي نزيد السكر، ومن بعد غادي نزيد معاهم الماء. الماء البنات زدت نص اطرو ديال الماء، طحنتهم بواحد لابيسونس اللي هي عاليه، عاد من بعد زدت عليهم نص اطرو ديال الماء اخر صافي. وغادي ندير الصفايه وغنمشي نصفيه. شفتوا شحال ساهل، ولكن عرفتوا كي كيجي بنين وسهل واقتصادي. وخاصك البنات فاش تبغي تحطيه، تحطيه مع لي غلاصون كيجي بارد ومنعش. ندير معاه حتى بعض الاوراق ديال النعناع، وها هو وجد لي. عرفتوا البنات جربوه، جربوه خاصكم تجربوه، بني 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 بزاف. العشاء ديالي كان لي بات، ولكن هاد المره درتهم بطريقه مختلفه. لي بات ديالنا كنسلقوهم في الماء سخون اللي كنكونوا درنا فيه زيت الزيتون وورقه سيدنا موسى والملحه. غادي ناخذ المقيله ديالي غندير فيها الزيت اللي قلت لكم مرقد فيها داكشي، قلت لكم عاد كنخدم غير هي. وكنزيد لي قامه ديالي، واليوم غنقطع البصله والربيع. انا شاريه كلشي مجفف، ديما السهله ثم ديما السهله، تكيتي على صحتك اهم حاجه. بالنسبه للكفته انا ديجا مديره ليها القامه ديالها ومحافظه عليها في بالفود سيفر، وريتكم الطريقه. غادي نجيب صوص طوماط بعد ما شحر الكفته، نحط على ديك القامه اللي انا وجدت باش يطلق فيها لوكو. وفي نفس الوقت راه لي بارتي اللي وجدوا صفيتهم، وغادي نديرهم فوق ديك صوص طوماط. دونك طريقه التقديم كتجي زوينه، انا صراحه كتعجبني. غير الغلط اللي درت هو انني الكفته كنت ديجا موجدها كبيره، حبه دالو ركزوا معايا على حبه دالو. لو كانوا دوك الطريفات ديال الكفته يكونوا صغار كان غيجي احسن. كندير فوقهم شويه ديال الفرماج حمر وشويه ديال الربيع، والطبله ديالي غنحطو في هادو. هادو البنات خديتهم من عند كيكي ماركت، عندها بزاف ديال الالوان. انا هنا جربت النوار، وهذه هي الطبيله ديالنا، جات عشيوه خفيفه وزوينه. ولا فيديو ديال اليوم هو ساده، كنتمنى انه يعجبكم. خليتكم في امان الله.